مساء الخير أستاذ محمد. ما الذي كان ينتظره المواطن من المؤتمر الاقتصادي؟ يعني مزيد من الإجراءات الحمائية للمستهلك. يعني في الوقت مثلا على سبيل المثال النهاردة الدولار بيزيد، مفروض يبقى فيه إجراءات حماية على الجانب الآخر لما سوف يحدث بعد التعويم أو بعد الزيادة. النموذج بتاع المؤتمر الاقتصادي الحقيقة، يعني أنا حتى شفت لايف لحضرتك من يومين، إنه إحنا محتاجين نسمع الناس، محتاجين نسمع خبراء، محتاجين نسمع حد غير الحكومة. طول الوقت إحنا بنسمع الحكومة، إحنا محتاجين نسمع الناس عايزة تقول إيه. ربما تطلع فكرة من واحد مواطن صغير بسيط عنده رؤية، شايف الأحداث ربما في الشارع أفضل، ربما هو اللي بيركب أوتوبيس، بيركب عربية، بيركب ميكروباص، وبيركب مش عارف إيه، فشايف الناس بتقول كلام مختلف، ربما يطلع حاجة من الناس دي تكون لها صدى وممكن تساهم بشكل أو بآخر. طيب إيه اللي طلع من توصيات المؤتمر شايفه يعني محل ترحيب من المواطن مثلا؟ يعني أنا خليني أقول لك إنه أنا لست راضيا عن هذا المؤتمر. لا خلينا نتكلم بصراحة، وأنا يعني واضح جدا. ولا أنا بصراحة. خليني أقول لك يا أستاذ محمد. إن أنا غير راضي يعني. أولا خليني أقول لك ده كان مؤتمر حكومي بامتياز، الحكومة هي اللي بتتكلم يعني. طيب أنا عايز أقول لك حاجة، 11 11 زي 15 15. لا انسى يعني، ما فيش حاجه في 11 11. انا بقى بس ده كان يعني انت بتحرق لي حلقه هعملها مع الساده المشاهدين يعني. طب هو في 15 15 ولا 14 14؟ يعني سيبك من الكلام الفنكوش ده، ده احنا يعني شبعنا منه. اللي عايز يغير يغير بديمقراطيه، خلاص كفايه، احنا عملنا ثورتين تمام. المرحله القادمه تقتضي ان الكل يشتغل مع بعضه، حرام نسيب البلد تضيع مننا. طيب تعليقك على الحزمة الاجتماعية اللي خدتها الحكومة مبارح، 300 جنيه للمعاشات، 300 جنيه للمرتبات، وسبق ده حزمة قبل كده منذ شهرين أو أكثر. طب تديني أقول لك حاجة بصراحة شوية صغيرة، وأنا واضح جدا. رئيس سيسي بيعمل عملية جراحية في القلب لكن بدون بنج، امبارح حط شوية بنج. يعني ده تعبير يعني الأكثر إيه إيجازا. هو بيعمل عملية جراحية، لو ما اتعملتش المريض هيغور في داهية هيموت. تمام، لو ما اتعملتش العمليه دي انا متاكد كنا هنضيع، كان لازم يتعمل. لكن فكره ان انت تحط شوت بينج دي ما كانتش موجوده. امبارح حط بينج، ربما بينج انت عايز تزود البينج شويه بقى. هو عارف لو زاد البينج شويه انا اعتقد انه يعني احنا الى منتصف العام القادم لو الامور عدت ومشيت في الاجراءات دي دون وجود يعني مشاكل من الناحيه الاقتصاديه، مش من ناحيه التوتر. انا مش قلق من التوتر، الناس فاهمه كويس جدا انه مش هيحصل حاجه، وانه البلد دي يعني كفايه اللي حصل لها. احنا شفنا يوم 28 يناير يوم اسود ما شفناهوش في حياتنا. انت كنت قاعد قدام بيتك ماسك ايد بقى مقشه عمال تحمل بيت، واللي ماسك سكينه، واللي ماسك سكينه ما تنفعش حتى تقطع بيها بطاطس. تمام، فاحنا شفنا ايام سوده. لكن خليني اقول لك انه انا شايف ان احنا ربما المرحله اللي جايه دي ممكن نعدي، ربنا بيضايق علينا شويه. عارف اللي بيخليني متاكد من ده ايه؟ يعني احنا قال بيت النبي دعوا لنا يا استاذ محمد، احنا قال بيت النبي احنا حطيناهم فوق دماغنا، فلما حطيناهم فوق دماغنا دعوا لنا. انت مشي على ارضك انبياء. اذا انت متوسم خيرا فيما هو قادم. عندي امل في القادم ان شاء الله يبقى افضل، لكن دعنا نشاركك في هذا الرأي. اهم حاجه يا استاذ محمد التصنيع. انا يمكن كنت كلمت حضرتك على الهندسه العكسيه في مره، لازم الناس تصنع. الرئيس اول امبارح كان بيتكلم على فكره، ما انا قلت ده في اول الحلقه، لازم نشتغل، لازم نصنع، لازم ننتج في بلدنا. دعني اشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء.